حجاج الشام خبر سك النقود الإسلامية. في هذه السنة أمر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بضرب الدنانير الذهبية لأول مرة في الإسلام، والتخلي عن النقود الرومانية، ونقل لغة الديوان إلى العربية، وتبديل العبارات الرومانية التي كانت تكتب على القراطيس بعبارة قل هو الله أحد وكتابتها على الدنانير. فأثار ذلك غضب الإمبراطور البيزنطي جوستنيان الثاني، فبادر إلى حرب المسلمين وإلغاء معاهدة الصلح المبرمة 70 للهجرة، والقاضية بهدنة مدتها 10 سنوات.